وعليكم السلام. سعيد جلوطة. ايه وهذا هذه الصحافه الوطنيه اليوم جينا عندك المنزل ديالك باش نحاولوا نديروا استجواب معك على الاعمال اللي قمتي بها ومع كامل الاسئله على ان سعيد جلوطه حاليا في الحقيقه. واش ممكن تقول لنا ان هذا الشيء بصح؟ انت حاليا صح هي هذا الشيء اللي كاين. انا دابا في السجن. انت موجود حاليا في السجن المركزي ديال سلا. اللي خلاك جلوطه من الممكن نعرفوا شنو هي الاسباب ديال الاعتقال ديالك؟ واحد الاسباب داينه ومتوقع هذا الشيء كنت متوقع عافاك نعاود نرجع للحبس. علاش؟ حيت الناس بزاف ما بغاونيش نكمل في الفن، ما بغاونيش نبدا حياه جديده، ما بغاوش بزاف ديال الحوايج نكملهم، وكنت متوقع غير حاولوا يحبسوا لي هذا الشيء هذا ورجعوني للسجن والحمد لله غيكون على خير ان شاء الله. نعم سعيد جلوطه، يوم 26 ديسمبر 2020 المعروض الشرفي ديال ايميسيون اجيال، وكنتي هضرتي بزاف على الشباب اللي كينتظروا منك بزاف، وبالخصوص انك هضرتي على انك ضد السجن وضد الافعال الاجراميه اللي يقدروا يرتكبوها الشباب الجاي. دابا حاليا هذا الشباب هذا فاش كيسمع سعيد جلوطه في السجن اشنو يمكن لك تقول ليه؟ كان من الاسف ما كنسمعكش مزيان، ما سمعتش شي حوايج قلت فيهم، السؤال ما سمعتوش مزيان. السي سعيد جلوطه. الله يخليك، حيت حنايا راه باش نتصلوا بك وباش نتصلوا بهذا الهاتف هذا راه كانت عندنا مشاكل كبيره، وحاولنا باش نديروا هذا الاتصال. كنتمنى على انك تكون كتسمعني دابا. ما سمعتش مزيان السؤال اللي قلتي لي. كتسمعني دابا؟ قلت لك اجلوطه على انك يوم 26 ديسمبر 2010 كنتي لانفيتي الشرفي ديال ايميسيون اجيال. هذا الشيء بصح؟ هادشي بصح. وكان كان كان كنت من الناس المحظوظين و جات الايميسيون مزيان وهضرتي بزاف على الشباب الماجي، لان كما قلتي وهو انك اللي كيهمك في حياتك كلها لا الفنيه ولا حياتك اللي دوزتيها في السجون من اجل المساعده ديال الناس، ان اللي كيهمك هو الشباب الماجي. وحاليا الله يخليك بغيتك تجاوبني على هذا السؤال هذا. هاد الشباب هذا اش يمكن لك تقول له اللي هو اليوم كيشوف سعيد جلوطه انه في السجن؟ واخا سيد هذا نوع من تضحية. انا من الاول وانا كنضحي باش على ود هاد الشباب هادو باش نكون يمكن نكون في السجن، يمكن نكون جايبه لهم هما يشوفوا دوك الحوايج الخايبين يشوفوهم في انا، اذا كانت شي حاجه خايبه ولا هادي يشوفوها فيا وياخذوا العبره مني انايا. انايا كنت خايب، حاولت باش نتصلح ونولي واحد مندمج في المجتمع بالفن وبزاف ديال الحوايج بخير. كنت ضد الحكرا بزاف ديال الحوايج، ولكن ها هو للاسف ها هما رجعوني للسجن بالرغم من هذا الشيء كامل. انا مازال مكمل في المسار ومازال باغي ان شاء الله نكمل الالبوم ديالي ونخرج وغنبقى في الراب. كنتمنى وسعيد نشوفوك ان شاء الله في ابهى حله، ولكن عندي واحد السؤال الله يخليك. من بين الاخبار عاوتاني اللي جاتنا هو انك قدمتي نفسك للعداله. انا قدمت نفسي للعداله باش ما نبقاش متابع، حيت الحالة دي باش كنت مجرم كانوا هما كيقلبوا عليا. نعم. ولكن محد انا عندي الثقه في البراءه ديالي. خاف ما ديرش ما تخافش، انا ما درت شي حاجه اللي نخاف، وهذه انا اللي تبرأت ومشيت لعند العداله ولاول مره في حياتي. هذا شي 12 لعب 13 ديال الحديد ما عرفتش الشده ولا 18 ما عمرهم ما مشيت لعندهم وما استرابوا، هما كيقلبوا عليا وما كيلقاونيش وما كيشدونيش ملي كنت مجرم. ودابا انا كنت تعرف ما كنت شي حاجه وما داير حتى شي حاجه، هذا غير تصفيات ديال الحسابات ديال المجرمين السابقين، كان عندي معاهم مشاكل وداك الشيء، ما بغاونيش نكمل في هذا المسار ديال الفن وهذي، ونحتاجوا باش يجيو معايا هذا الشيء هذا. وانا دابا في السجن واخا قدمت راسي وهذي، وهذه الثقه الكامله في المحكمه. سعيد جلوطه سعيد ديالو ان شاء الله يدعيو معايا اللي كيبغيوني. سعيد جلوطه نعم جيستومون سعيد جلوطه، ان لي فان ديالك باغي نعرفوا شنو هي الاحوال الحاليه ديال سعيد جلوطه. الحمد لله بخير، كنحمد الله وكنشكره. انا جلوطه هو جلوطه بحال الحبس بحال برا. واش يمكن لك تقول اشنو يمكن لك تقول للفان ديالك؟ الحمد
كل يوم تيوحشو بزاف. وانا راه واخا السيزون راه سديل وكنحرقو ما قالش هكاك ولا هادي، واخا مع المجرمين واخا تلاقيت مع السقام واخا الحق وكلشي كنعرفهم وهادي حيات فيا واحد الحاجه اخرى واحد غادي زخرا شي حاجه اللي ما كانش فيا باسكو انا كنت كنحلم بس ما عرفتش كيفاش نديك، ولكن ما هادشي اللي كاين انا كنقول لهم الاخ سعيد اللطا الله يخليك، هذا الاستجواب المباشر اللي رحنا دايرين معاك راه عندنا صعوبات حتى حنايا باش نتلقاو الكلام ديالك اللي كتقولوا هذه. كنطلبوا منك الا كان من الممكن انك تعاود لنا عافاك هذا الشيء اللي قلتي، لان كما عندكم انتم يا مشاكل في السجن حتى هنايا عندنا حنايا مشاكل باش نحاولوا يكون الاتصال لان المواطنين يسمعوه. الله يجازيك بخير، لكن من الممكن انك تعاود لينا هذا الشيء اللي قلتي لي دابا. قلت لك توحشت الاسلام ديالي كاملين. نعم. وكنقول لهم بان الجلطه راه جاي ان شاء الله يدعوا معايا، عندي جلسه مع الثلاث هذا وغادي نخرج. الا صح الله وخرج انا معاهم وخدام معاهم في الفن وفي الراب وخدام في الالبوم، ما خرجتش حتى انا خدام في الالبوم وعندي الثقه في العداله، حيت انا اصلا ما درتش شي حاجه هادو تصفيت حسابات ديال داكشي قديم، مشاكل درتهم قدام وتخلصت عليهم وتخلصت، ولكن الناس المجرمين ما بغاونيش نخرج من داكشي اللي كنت فيه وهادي، وبغاوني نبقى معاهم وحاولوا باش يورطوني وهادي في السيف. انا مش نعم سعيد جلطة، كنشكرك جزيل الشكر على هذه المكالمة، وهذا كان استجواب معنا مباشر مع سعيد جلطة من سجن المركزي بسلا. سعيد جلطة بغينا نطلبوك آخر كلمة اللي بغيتي تقول. آخر كلمة هي كنشكر الصحافة الوطنية وكنشكر ديالي كاملين وكنسلم عليهم كاملين كبار صغار بنات ولاد كاع اللي كيبغيو جلطة، كنتمنى راه جاي ومحتاج نتعطى في المحكمة. وبغيت نقول لهم واحد الفايل من هنايا. الله يجازيك بخير سعيد جلوطة، الله يخليك إلا قدرتي، راه باقيين عندنا نفس المشاكل ديال باش نسمعوك، إلا قدرتي تعاود عافاك هادشي اللي قلتي لنا الله يسر عليك. غنقول لهم واحد الفريق سايل هذا اللي فان ديالي. نعم. فقت من منام لقيت راسي بقيت مظلم بين قضبان، كل حديد ما لقيت معاه من نتكلم، حتى من لما عاشرني وخطف مني الفرحة والكشمار كان روحي من عقلي ما بغاش يتمحى، على هذه الحياة ماني راضي وعيني كتعم بالدموع، على حريتي كنادي وصوتي من بعيد مقموع، حكيتي حكاية يسمعها كل واحد قسم بالله حتى تكون هذه هي البداية. حيت انا بحالي انا كنحلم، انا كنت معاهم وحاولت نتكلم درت كل شيء اللي في جهدي وهادي باش نخرج من هذا العالم في الاجرام الحبس بزاف د الحوايج، ولكن ما خلاونيش وهما ردوني، يعني بغيت ولا كرهت بنادم هذا مكتب كيعيشو اي واحد ربي هذا نحمد الله وشاكرو. وغنكمل في الراب ان شاء الله حتى نموت، كي كنت في الحبس كي كنت برا انا مع لي فان ديالي ومع الناس اللي كيبغيوني وباقي غنبقى في الفن، واخا كاينين بزاف ديال الناس ما بغاونيش نكمل في هذه الطريقه هذه وما بغاونيش وكيديروا لي بزاف ديال العراقيل، ولكن بجهد الله وبذات الوالدين ولي فان اللي معايا والناس اللي كيبغوني غادي نكمل. سعيد جلوطة الحوايج اللي ما عمري ما درتها في حياتي غندير على ودهم، اول حاجه من هذه الحوايج هذه هي انني انا اللي قدمت راسي للعداله، حيت انا متاكد من البراءه ديالي وعندي الثقه كامله في العداله من بعدي. والحمد لله القانون غياخذ المجرى ديالو نهار الجلسه وغادي يكون غير خير. سعيد جلوطة كنشكرك جزيل الشكر على هذا الاستجواب المباشر من سجن سلا، شكرا جزيلا وكنتمنوا لك الفرج ان شاء الله يوم الثلاثاء والى اللقاء، وشكرا جزيلا سعيد جلوطة، شكرا جزيلا.